gabar kasto oo arkayso oo qaylinaysa lesbian iyo xuquuqda dumarka iyo LGBTQ oo qaylinaysa oo doodaysa waxaad ka fiirsaa afar shakhs afar waxa ka fiirsaa in dhaqan ka fiiri ama afar dhibaato inay kabto sexuality ama galmadu qof kasto binaadan u baa gabadha baarlamaanka joogta oo aan ninku qabinin oo afar sano halkaas joogta inay galmoonayso la isku madidan wa qasab inay dhilaysato because nin raba ma jiro culaysay wadataa nin maanta qabi kara gabdhaha noocaasi Soomaaliya ma jiro so waa dad markii horeba la dagaashana bulshadii diintii la dagaashana now sababta marka aanu leeyahay uu arki waan waxay tahay ما يسن أركو وين أما جاهلني ما أقيس of course واجرا دب جهلا هو ماشي جوجو وحبا آخر وحنا برا أو برلمان كجرون وحبا أقو واجرا لكن مهم دو وحاي تاي أنت هذا بدني وادل العقل سي وادل إيبسن وادل اللي قدر عليه تصال عنك سيو قبل أن هذا أرين تانو أول الله ينسى أيوه قوستين يحل دبان نقطة إسكتك تو مراكن كل لعبتي أيا وحى العقب هي ودمدا عن يوروبيان كا أنت أصل العقها بولنا نسيو لو فرق ولو لي حتى الدولة تقول لنا إنك أتلينا مركز أما هذا أتلية بإسلا سو ودي دين اعتماد وهذا قالين العكس يا لوجو سوقي دي بالو سوقي مركز سول أمني إذا مركز هشي سال سوقي هشي سال سوقي الواحد وين إنه عد بحية النقطة ده تقوى ودوجين لكن عد بحية النقطة كونتراكتي سوق عادت يا عد بحية النقطة إنه عد بحية النقطة الحركة الجنسية ده إن ده كل الله شرحه ولا قد نعيو القليل ساسي مش كجوكتها حتى أنا وعد ده ستو حدي أي فلو ويسو وودن كده كل أمني إذا ودن كده سومالي ما ودن كده أمريكا عن شو ربي حسا دت كنوع عاصوا مرك انتو هذا حل دبا أنا ذا فرح بدل أجيدو أو أن حلينين حداد مسلم تاي ما كادش therefore واسل القبان كل جود قبل ذلك ليه ما مدة سركالة دا ما كل جود واحد سل القبان وين that is why مانتي أي علاد ذلك ليه إجرتة ودن كأن هاي ستة أي دولة دين يهشيز كيو دبا تدا كجرتة أي تاي دستور قال لما القرآن وحن كتجن وحي الله سبحانه وتعالى يري إسكو حكمية وحن قادني حكم طاغوتة كي الله سبحانه وتعالى أون يري أف حكم الجاهلية يبغون وما نحسن من الله حكم معناها إن لا سمايو قبله ماشي آية القرآن كأي تري ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى إني بنانك جوجر وحين ما واقع لفني قبل ذلك لي على دما كل جد قال ما كل جودي ودي وياي أرنتا دستور كوانو صن عندنا قبلها نيو هذا الذي عند هني يو أرنتا يو حل جيري أرنتا دستور كان وري كنت أجانا هاي مدة كوباد أو عن رب مر كلينا نكوع اليوم حيتها هاي دستور كا كمل جاركا أي استعمالان أما شرعه أو قرن أو يلا أي دولة فدرال كي حد يسكو حكمته حكو قرن سيدا أتشاكتي إن قفكو أو قفكو دونو قرسن كرا yes. معناها قفكو إنو قفكا ستو قرسن كرا معناها دو ما إنو قفكا سومالي إيهي قفكو أو ربو قرسن كرا ميسه وفسر كالاتو أو إذنكو أسارتانو أح قفكو إنو قرسن كرا قفكو دونو معناها دو إنو قرن إسان نيني يو قبر دينا قبر كالاتو نينين أديكوا كاتو سؤال قادم يا شرعات الإسلام كون إنسان أقولين نين جورس ده أما إسلام إسلام أرنتاس أو أما الحق ده أما تنكلته أو هذا أيو إن لسبيانك أو رجعي أو أما رك رك وح كدهنا أما دمر دمر وح كدهنا مداس يدا فسر ك قطب كان أه كوساب سن قف واحد دون جورس كرابة دستور كي كقرن هل كان واحد تعالى شرعادن اسلامكو ما اوغلو نينن اما غبر غبر وح او غشاي ما marka buugina waxa hoos kaga sii xusan wax kasta oo shariicada islaamka aan waafaqsanayn lama ogola yes bal isqabati marka intaas thank you very much and erayada hada macnaha waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed aan la wadaagno qaabka gaaladu ay u shaqeeyaan waxa la isticmaalaa phrases waxa la yiraahdo hadallo ay ugu talagaleen dadka in lagu marin haabiyo aan midalan gabadhaan hadda markii hadlaysa waxay tiri 14,000 kan ku kalsoona at the same time waxay tiri gaala noqonayna at the same time waxay tiri waa ka baxaya diinta islaamka macnaha waxay u ololeynaysa wax ka soo horjeeda diinta islaamka wax allah subhanahu wa ta'ala uu la dagaalamay wax ilaahay uu lacnaday wax ciqaabta ugu badan loogu talagalay now erin lagu qoro dastuurka wax khilaafsan diinta islaamka waa mamnuuc waxa loogu talagalay dadka in lagu hawaayeyo si jeedin weyn waayo eray kasta oo ka dambeeya oo qodobkaas ah in diinta islaamka soo horjeeda number 1 number 2 adigu hadda tahay nin sharci yaqaan oo lawyer tahay
وما أنت الدفاعيسو محكمة الصومالية جوكت أمام محكمة الصومالية كمدة جوكت الدفاعيسو نين جورسدي هرتك الدفاعيسة واحد استعمال سقطب كاس بيكوز قطبك واحد كويا لقفكو قفكو ربو جورسن كرا نينك واقف نينك كلا واقف specific لقمة لكن ولوجو تلاج على الباب كاس إنه فرناد نا واحد أي ربان هدا بلشدة إني كرر عيان قالدو إن لصيف سيرو إرجي لصي عديو وايو بلشدة الصومالية وبلش مسلمة ما أقولا معنى إيرجان والله جسري أيقو قف قف مجورسن كرا قف قف كرب جورسن كرا وحيو هايستان نينكو ناقط وجورس كرا ناقط رب جورس كرا كم فكر أيان إن ماشاء أيقو جرتون نينكو إنه ناق على جورس كرا نينكو إنه نجورس كرا ناقط إنه ناجورس كرا دو إنساس الله فسير كم فكر أيان أما علمي جودان قارسيسنين شعب كصومالية أما ما بقول جيدان بوادد مسلمين هو أرين تاس عقل جودان مبسوق ليسب إني كم فكر أيان مبسوق ليسب كم فكر أيان حتى لكن ماشي بقرنت ناو وحال ربع مركا قال كنا وافهم سيني وأقول تلاقى قفكو قفكو ربو غور سنكرا مينين قالت غور سكرتا او الهي كان ممنوعي نيند غور سكرتا او دي لوغي هاي دين سلام كوهي قبطو ناكتي ناغي غور سكرتا وحاصل المشي كويانا ناو حدي مركا محكمة اعتقتو غريقان اعتا نينين غور سديما ناغنا غور سديما لسبيانا مجينا الدفاعي سيد دستور كا اسلام كا لمحير كار قفكاس قفكاس هو حر بنام كوي مانتا دان لجوغوي مان تدان الجو وح كله تو وح لوجو تلاقي لي إن برشاد اللجوء عيقليه أو لقد دع دعيه أو إن وجد أنا الجليه وجد هذا سن دبعه وأقولي دونا هدي على هذا مركب وحنا وحدوي ويهي أرنتا عن كسر نقطة لنا على الدستور ك قلب بضاعي هذا قبلها نك هذا لين أما جدون كه النقطة أما تريكو هند بوليس كه النقطة أت كأسر العلين أيام وحد مود iyaga laftooda iyo sida wax loo dhigayo ila waqtigan laba qodob labaduba meesha way ka muuqdaan qodob waa qodob waxa aad lagu celinaya arinta kufsiga kufsiguna waa ognahay diinta islaamka wuxuu ka yahay dhinaca kale to waxa ku qoran qodobka in qofku ama hadii uu raali ka yahay tusaale ahaan hadii uusan raali ka ahayn waa meel haddu san raali ka ahayn waxa dhinaceeda kale too opposite keda ah haddu raali ka yahay diinta islaamka ama raali noqo ama raali ha noqon in zina waa xaraam weyn absolutely halkaas marka aan fiirino ma laga yaabaa gudoonkii hore too maxamed mursa abdirahmaan waa erayadii sidaas ayuu u abri erayada markuu aqrinay halka marka la iska fahmi la yahay oo bahashu ay ka leexsan tahay waa halkay kol hadii labada dhinac wasaas la aaminsan yahay maanta waxba la kufsaday kufsigi waa laga soo horjeeda hadana dhinaca kale to qodobkii waxaad moodaa inuu muujinayo wixii hadii raali laga yahay yes of course inuu sanday bahayn number 1 horta waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed oo aan fahamsanayn diinta islaamka inay fahmaan ciqaabta ugu kulul ee lagu ciqaabo ama ugu dhibka badan ee lagu ciqaabo qof kufsi galay caalamka meel kasta oo ay taalo ilaahay tuu soo dejiyo gabadha muslimada ama wiilka muslimka oo Soomaaliga ah oo rabo qofkii qof kufsaday in la ciqaabo ciqaabta ugu xoog badan ugu xanuunka badan diinta islaamka marsiinaysa taas waxaan rabaa inay cadaato Soomaal kale wax ka raadin hadii ciil iyo cara ay ku hayaan oo wixii wax kufsaday aad rabtay in la ciqaabo ciqaabta ugu kulul diinta islaamka marsiinaysa soo intaas aan islooganow marka aan soo laabto su'aashaad weydisay su'aashaan marka la dejinayo runtii ma aha ciqaabta wax laga hadlayo waxa la rabaa in la sharciyeeyo oo sharci laga dhigo wixii Allaah soo dejiyay lidkeeda maxaa Ilaahay soo dejiyay zinadu inay xaraan tahay waxa la rabaa in la yiraahdo zinadu waa xalaal si loo dhaha marka lama rabo gaaladu inay tiraahdo zinadu waa xalaal ma quraayaan waxa lagu soo hoos gelinayaa caadifad damiirkaaga waxa lagu leeyahay qofku labada qof haday raali iska yihiin dhimala laakiin haddii gabadhu kufsato intaas waxa xariga leh qofka markuu wuxuu u jeedaayaa ciqaabta u jeedaa dhinaca kala fiirimaayo ah in la xalaaleeyay wixii Allah uu xaaraantinimay warka fiir sifacan u fiir u jeedada dhan oo sharcigan loo keenayo mid kamidi waxay tahay in la xalaaleeyo wixii Allah uu xaaraantinimay maxaa la yiri ninka iyo naagtu haday galmada ay isu galmoodaan oo iska dhilaystaan raali iska yihiin wax dambi ma waxaa la xalaaleeyay wixii Allah uu xaaraantinimay waxa la yiri hadii ninku ninka uu dabada wax ka galiyo xubintii taranka ka galiyo haduu raali ka yahay wax dambi ma leh waxa la xalaaleeyay qaniisnimadii al xalaali soo sharciga aan la wado
وحويان وإن legislation لازم يو شرع دجين عصب لازم يو وإلهي ذا ماشى فردية أو برلمان كدت كوي قانوني أي دجيان إن وحي الله سبحانه وتعالى وحلاليه حاران لقديكو وحي الله وحاران تنميانا حلال لقديكو وجددو وقيب كمدا لكن وحاجة تقيب كسي وينو يصعدان الجرتة أو سيدي بلشدة الله ما مولي له ودن كان ودمنا رجال بيت كوي كقولستين dadk in sharci loo dejiyo sharci lagu wareeriyo sharci malku lagu wareeriyo in la burburiyo wax leenado qoyska qoyska in la burburiyo bulshada marka qoyska burburiso waxaad ku guuleysanaysa qof kastaaba meeshiisa ku maamuleysa so simple marka ujeedada loo socdo wax weeyaan in diintii la baabiyo qoyska la burburiyo qoyska haduu burburo qabiilka waa burbur qabiilka haduu burburana diintii islaamka waa burburtay kaligaad banaanta agintaa ismaaciil kartid way hay marka aan fiirino hadalada soo noqnoqonaya ee la xiriira arintan dadka arinta aad ka uga doodaya haday dawladdu hore tahay iyo haday tan maanta tahay labadaba waa dumar sababta dumarka Soomaaliyeed ama kuwa galbeedka yimid han noqdaan ama kuwa jooga han noqda sababta ay ugu doodayaan arintan oo ay fagaarayaasha u la yimaadeen inagoo og dhaqanka gabadha Soomaaliyeed oo muslimadii dhaqan ahaan xitaa inaga Soomaalida inana suurtagal ahayn waxaaba soo kaleeto gabdhahan inay ku hadlaan inkastoo de dunida ay hadda maanta ka jirto waxa badan laga xishoon jiray shariica ay iska dhib yaraatay in lagu hadlo halkaas markaas fiir dumarka maxaa ku gaar inta badan lama arko rag qaylinaya oo lesbiyanimada u qaylinaya ama u qaylinaya xeerkan jinsiga حديدنا على الصومالي دلافيري حركة جنسية حاجة بدها كل قدر صار and وحكوجر توحك مدي الله سبحانه وتعالى وينوش يا جيوه هاد قبله وينسي مسؤول نقكر قبله مركي مسؤول نقطه أود ده إذا أي كوفة كري كرتو consequences وح إليه هني وكير تام بدنك number one الله سبحانه وتعالى مركي أولياء قبله جرو ده هجوجين xilka yeesan qabannin shaqo loogu talagalay ilaahay si uu u sameeyo sidoo ilaahay u sameeyo si ka duwan u dhaqmaan now waxa lagu guuleystay markii horeba in diinteena islaamka iyo bulshada Soomaaliyeed lacaayo dadka Soomaaliyeed waa aqbaleen maxaa la yiri dumarku kooto ilaahay 100% sodon inay galaan meel kale to wadankan hadda aan joogno Kenya kooto dumar wax la yiraahdo ma jirto Ethiopia Africa la nagu wareegsan ma jirto kooto dumar meesha ay ka timid ayadu Mareykanka oo ay citizen ka toocan shuurta ay beel kasta siiso kooto dumar wax la yiraahdo ma jirto waxaa lagu qasbay macnaha waxaa laga dhaadhiciyay bulshada Soomaaliyeed adigu muslima tahay islaamku diinta gabdhaha ma difaaci karo shaday ayuuba sheegaysay waa in gaalada difaacdo ama sharci lagu difaaco now aanu soo dega marka gabdhaha maxaa goona waay gabdhuhu u qeylinayaan wadamadaas dadkaas gaalada reer galbeedku waxay xushaan marka dadka ay u qaxaan oo dadka xutiga ay meeshaas tagaan waxay u kala baxaan dadka saddex qaybood u kala qaybiyaan qaybi waa qaybta ay u arkaan dadkan dad aqli badan inay yihiin qaybi qaybta dhexe qaybna waa qaybta ugu hooseysa ugu aqliga yar qaybta ugu aqliga yar ay qaataan waxay kala sii baxaan dumarka maadaama dumarka wixii rabo lagu shubi karo inta badan waxay raadiyaan gabar guurkii ka xumaaday ama ku duqowday doobnimo ku duqowday ama guurkii dhowr saddex nin shan nin soo martay ama dhibaato guur ay soo martay oo xanaaqsan u xanaaqsan bulshadii diintii iyo dadkii iyo dalkii u xanaaqsan qofkaasay raadinayaan iyada marka waxaa la siinayaa waa la sii abuurayaa waxa lagu sii abuurayaa nacaybkii diinta ay u qabtay iyo dadkii waay waa qof iskeed u xanaaqsan noloshii hore ka soo xumaatay guurkii ka xumaaday awlaadii ka xumaatay waa qof tacbaan wax haysa ma laha dadka noocaas weeye dadka aad aragtay gabar kasta marka maanta oo aad arkayso u qeylinaysa xataa kuwa gaalada marka xagga la joogo gabar kasta oo aad arkayso u qeylinaysa lesbian iyo xuquuqda dumarka iyo LGBTQ u qeylinaysa u doodaysa waxaad ka fiirsaa afar shakhs afar waxa ka fiirsaa dhaqanka fiiri ama afar dhibaato inay qabto kow waa qof lacag la soo siiyay labo baasaboor ajnabi wata saddex qof aqli badan maaha afar qofkaasi waa qof guurka ama nolosheedii guurku ay ka xumaato waana habar because gabdhaha yararka ku arkay mis gabdhaha yararka wali rajay leeyihin ama wax ku wanaagsan aad isleeyihin laakiin psychologically qofkaani waa u dhamaatay wax isugaysa ma laha waxay ku talagalaysaa bulshada inay qaribto waa meesha la yiri salaada looga baxo haddii gurigaaga timaado waqtigaasi toogan ay taagan yihiin qof marka waqtigii salaadii looga baxayay haddaad xil u dhiibato maxaa ka sugaysaa markii hore bulshada la dagaalsanay guurkii ka xumaaday markay 7 inaa soo furtay laba cilmi kala duwan haysta ama shan cilmi kala duwan haysta ama laba guursanba ama saddex bilood kaliya la qabay ama maba la guursanba wali
qarkood wax weeyaan haday guur raadinayaan oo macnaha oo xil dhibaano iyo guur raadinayaan mid kale su'aasha kale oo shacabka Soomaaliyeed u baahan la iswaydi wax waa sexuality ga ama galmadu qof kasto binaadan u baah gabadha baarlamaanka joogta oo aan ninku qabinno afar sano halkaas joogta inay galmoonayso la isku madidan wa qasab inay dhilaysato because nin raba ma jiro olaysay wadataa nin maanta qabi kara gabdhaha noocaas ah Soomaaliya ma jiro so waa dad markii horeba la dagaashana bulshadii diintii la dagaashana